حالة من بين المئات بقيت حبيسة خلف الأبواب المغلقة. الأطفال والتحرش الجنسي، عنوان يختزل ألماً وطفولة تتلاشى ملامحها أمام أفعال بعض الشواذ، والكثير منها يبقى طي الكتمان. وعلى طاولة الندوة الطبية الفرعية السابعة التي تأتي ضمن خطة قيادة منظمة طلائع البعث، مكتب التقانة والإعلام المركزي، تصدر التحرش الجنسي ضد الأطفال عنوان الورشة. وما بين أسباب وحلول توضحت الأهداف. نحن اليوم بحاجة إنه نوجه رسالة لجميع أسرنا ولجميع أطفالنا الذين سواء كانوا متحرش بهم أو غير ذلك، وهي الغاية أنه نستطيع كيفية معالجة هذه والوقاية من التحرش الجنسي. نعالج هذا الموضوع عن طريق زميلاتنا وزملائنا في الإرشاد النفسي والاجتماعي، وعن طريق مشرفي وحداتنا الطليعية الموجودة على امتداد ساحة هذا الوطن. الورش كتير ضروري وكتير مهمة، لأنه نحن في عنا نتيجة هالأزمة صار في عنا كتير مشاكل عن التربية الجنسي. ممكن نحن نتواصل مع الطلاب بالمدارس من خلال جولاتنا، من خلال الإرشاد عنا بالمدارس، من خلال تواصل الأهالي عنا للمدارس كمان. ممكن تكون هي نحن دورنا الأساسي، توجيه الشباب بأنه حقوقهم اللي هي الحقوق الجنسية، حقوق أنه كيف يحافظوا على سلامة جسدهم من التحرش، من الإيذاء، من العنف، لأنه هي مواضيع كتير مهمة وغير مطروقة بكافة المجالات. فخلينا نعتبر هاي الورشة هي مجال من هالمجالات المهمة للتوعية. تنوعت الآراء وبقي الأمل أن تكون الورشة بجهود متطوعيها وربما إمكاناتها الخجولة الخطوة الأولى لإزالة الستار عن جرم بقي على مر الزمن حبس ضحاياه.